عفاف امرأة تعرضت لاعتداء جنسي من زوج والدتها حين كانت في الثامنة من العمر. اتهمتها غالبية عائلتها بالكذب بعد أن أفصحت عن قصتها بعد سنوات. كثير كانت صعبة، يعني إنه ما حدا صدقني، ما في غير أختي صدقتني، وكنت يعني كنت متزوجة وعندي أولاد لما حكيت أنا. فيديو تمثيلي لتجربة امرأة مغتصبة، أما ردود فعل الشارع فحقيقية. الفيديو ضمن حملة من الفلتان التي أطلقتها منظمة أبعاد لكسر ثقافة الصمت ولوم الضحية وإدانة الاغتصاب. الهدف الأساسي من هذه الحملة هو خلق رأي عام مناهض لهذه القضية، من جهة كمان مطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والإسراع بالمحاكمات، ومن جهة ثالثة كمان نكون عم نحاول ندعي النساء اللي هن مرقوا بظروف مشابهة للي تعرضوا فيها للاغتصاب إنه يكونوا عم يحكوا، عم ببلغوا، عم بيواجهوا هذا السلوك لنظهر من هذه ثقافة الوصمة. عام 2016 وبضغط من منظمة أبعاد ألغى مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات التي تبرئ المغتصب في حال تزوج من ضحيته. بعد إلغاء هذه المادة لم تعد المشكلة بالنسبة للقانونيين في النصوص بل في النفوس. المادة 503 من قانون العقوبات هي بتجرم العقوبة الدنيا 5 سنوات بحال صار في اغتصاب بالقوة أو التهديد، 5 سنوات العقوبة الدنيا، ولكن بظل تعاطف المجتمع مثل ما قلنا مع المغتصب ولومه الضحية بنلاحظ أن أغلبية الأحكام هي عم بتكون بالحد الأدنى. واحد من القوانين التي طرحت العام الماضي بعد حملة لمنظمة أبعاد هي حكم المؤبد على المغتصب إذا كان من عائلة الضحية.